بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. وفعيل وفعول، باشا، قد يجيئان بمعنى الفاعل كالرحيم بمعنى الراحم. إيه؟ عبارتكان تسريف زنجاني زوريان امام صمل علي وكول اول كتابك يا باسكر زوري دسكاري كردون زور شوندا يعني بارك برش وين واد دسكاري كردون ناي ناس يعني باشا لا ام دفرمي وفعيل وفعيل قد يجيئان بمعنى الفاعل كالرحيم معنى الراحمي وبمعنى المفعول او اذا مدى كالشي كالقتيل من المقتول والحلم من المحب او اولي قبل لا تصريف زنجاني فلم هو فعل قد جيء بمعنى الفاعل كالرحيم يعني الرحيم وبمعنى المفعول كالقتيل بمعنى المقتول. اوا جات لي لدا بلان عبارتك اي غوريوا باشا لا خدمه انا عرس كم على وضع فاعل جا جون جو بقدر باشا او مقدمه يك بوك الاخير دادي اها لادامه دي اما توطئه توطئه انك توطئي ايراني كان توطئه وقت الايران دلن توطئه انسان دترسي توطئه لعربي داني بنوعك خو اماده كدن مقدمه تشيني مقدمه دروس كدن بوابتك امتي ككليره دا ام دي فرمي او اماده كاريه بو ادامه كد فرمي ويستوي في الفعول الاولي والفعل الثاني اوا باشا الله فعيل فعل أمد وزنه باشا هدوشان بمعنى فعيل دين باشا وكو رحيم بمعنى رحيم هدوشان فعيل بمعنى فعيل دين بمعنى مفعول دين فعيل فعولش بمعنى فعيل دين بمعنى مفعولش دين جا جون جو بكر ايرشوني كي قرانا شاير عبارتكي توزك زور قرانا بي بلان لواقع دا توجيهكي توزه سخته مهم اوه لحد درسيكا ايما بي خوينين اوه اخوين نوى عربيكي زور مهم نيه لواقع دا اما نيستيه وقتي خويلو بالاصول مخوين خزمه ما مصايكا باناوي نبم اسرالي زوري كرت او كاتا اداري مركزي بزرگي اسلامي غربي كشوار لسنا لب الاصول يكيان والقرتبو نظام لكشوبو چاپيان كربواني بارحال دان فروشت بفقه وملاي او سردام نرخي كي كم ايه باشا اتر خو كتابك نبو او ما مستهاش كمن درس من لخزبات هذا خوين بارحال تيو بيجا من جامعة او بخويني دي باشا قلوان بخويني لأس الله لبو الاصول قاضي زكريا انصارية هاتوا خلاصي كردوتوا بلام خلاصي كي جمع الجامعة جمع الجامعة چكورا كردوتواني كدوتي لبو الاصول باشا جامجا شرحي شكل لوا النكتة كاللي رادا اوايا او كتبانا كتشكولا دكرينو قرانتر لأصلاكا استي كافي ابن حاجب قرانتر بيمواب لمفصل حاجة مفصل قرانا باشا قرانتر بيقومان او كتبي كتشكولا دكرتواني بقولي فارزا لنفشور دكرتواني يعني تشكولا تشكولا دكرتواني دقشري او طبيعة توجيهكيو جيخسنكي سنجنتر تاوكو او كتابيا كتوزي ببر بلاوي نسراوة ايه زول باشا جامع كتابا كما خوين خوايكي بو دنيا و قيامة ديالم عربية كما دخوين دواني وكو معنا ما عندك بلان توجيهكي كإما الصفحيك دروشتين دما خوين اوي كدز من كوتايا لو قواعد اصولية چند ابو بخواهي جبو خدا هم نگری ما مساکش بقل من هر آونده. جاری و ابو لسا زمیریک قربان دویستان دی بوچوده چه تو دی بوچونه چه تو چیه شد واقع ده ایتا خلاصه کلام زمیر من به هر حال با پالا پاسوه ده بردو با کلمه یک بلان دوائی من که کتبه کم تاوکر دلم نه هر عرضی ما مساکب کم دلم قربان بخدا او ایم خبر من هر روزنام خبر نو بو او کتب خوندن نه کتب خوندن او یک تو شتیگه خوانی تیگه جا است ام درسش ام کتابش هر وایا هر کتابش که وایا خوان نواکی مهم نیه لواقلا بلا ام بزنی ام خوان نوی تو کتوری خوانی آنی چیه باشا با چوی اچیت یعنی چی لی حالی دبی حالی بونه که آسانه
سخته اینا خوینه که زو گرانیه ا فرمی یم گوتمان فعل من هه فعلش من هه زات سخت او اول درسی که شو ده بس ما کلا قاعده فعيل لواقعدة لاسم فعيل هاتبوك حليم بمعنى اسم فعيل فعيل شاتبو لاسم مفرد هاتبوك قتيل كبمعنى مقتول بو ايوان ابو ايه استيدا ليه حد شاندين بمعنى فاعل باشا فعيل فعل حد شاندين بمعنى فاعل بمعنى مفعول باشا كاكي جان وكوتي كبمعنى فاعل بوكو الرحيم بمعنى الرحيم والصبور بمعنى تي بمعنى الصابر باشا لخوار خواروا ما مساق قال داغي برحمتي خدا بياربي زرشتيكي جواني نتو كدلا بمعنى الرحمي أي إن لم يكن صفة مشبهة أو المراد بمعناه ما عدم ملاحظة الحدوث وعدمه وإلا لم يصح لأن الصفة المشبهة تفيد الثبوت بخلاف اسم الفاعل ولذا قال عصام بأن المستعمل في الثابت ابن عصام النسلاوة ولذا قال العصام بأن المستعمل في الثابت مما هو على وزنه والله تلنا زمان شونا توزق كشي ويمن بلا زرتاك ما بستك أعو تيكيا دلك رحم بمعنى رحمة أما كاتك الرحيم بمعنى رحمة كصفتي مشبهة نبيل شو قاعد صفاتي مشابهة بنا ترى هو تعذب معنا فاعل ليه العقل وبحسيتش كيف أخويا جدال أو نقطة ظريفة فاعل وفعل هاد بشان دين بمعنى فاعل وكو رحيم بمعنى رحيم دي الصبور كان اللي صوزني فعله بمعنى الصابر دي إيه ولو لا شو بمعنى المفعولي إيه باشا وبمعنى فعول وبمعنى مفعول جدي باشا بلا وبمعنى مفعول جدي عفو فعيل قد يجيئاني بمعنى الفاعل كالرحيم بمعنى الراحم والصبر بمعنى الصابر إيه باشا كاكا أو وباشا بمعنى المفعول إيه وأفرمي بمعنى مفعول جديد إيه زوت شاكا بمعنى مفعول جديد أو وكوتي وكو كالقتيل بمعنى المقتول والحل بمعنى المحلوب إيه إسيوكو قتيل كبمعنى مقتولة حلوب بمعنى سيمعنى محلوبة إيه زورتاكا جاء لي ركان دا كذا لا يؤ بمعنى المفعولي تاول يعني خلاصة كلام دودا نفعول من هي فعولك كبمعنى فاعل وكو تاول كاكا وكو صبور بمعنى صابرة أو تاول فعولة ومن المفعولي إيه وفعيل وفعول قد يجيئاني توزي ورد عبارتك فعل بمعنى مفعولين ظاهرا بلا 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 هيتي معنى مفعول جيها فعل بمعنى فاعله وكو رحيم بمعنى رحيم وفعل بمعنى مفعول جيها وكو قتل بمعنى مقتل أو فعل أم جاء فعل بمعنى فاعله وكو صبر بمعنى صابر حلو بمعنى محلو عبارتك وات ترجاندو تيكو تيكلو بيكال كده لي ورنبياني بقرآن لتيكتي كاكا وزن فاعل ووزن فعل حد كان بمعنى فاعل وبمعنى مفعول دين با جيام كينواني فاعل كبمعنى فاعل بيوكو رحيم بمعنى رحيم فاعل بمعنى مفعول بيوكو قتيل بمعنى مقتول او فاعل كبمعنى فاعل شاد بمعنى مفعول شاد اويك دو فعل بمعنى فاعل هاتوكو صبر بمعنى صابر فعل بمعنى مفعول شاتو وكو حلو بمعنى محلو او جون جون لتان حالي ببه ايه ايه جا دو ام مقدمة چينيا دو ام پیشة چيا خو ار امادة دكا ويستوي في الفعول الاول والفعل الثاني او يقصة باشا ويستوي في الفعول الاول والفعل الثاني ام يبحثك فعيلي اولو خلها زي كلام فعيلي دوام باشا كاكا جون جو بقرن توزي قوردة ويستوي في الفعول الأولي باشا كاكا والفعل الثاني المذكر والمؤنث إذا ذكر الموصوف إن لم يكون صفة مشبهة إيه
أويك ولا يجمعان جمع السلامة على مصاوي دبن ما مصا علي قزلجي دفرمي البته بيش او وجبلن لا لا قزلجي كدا هر كالرحيمي قيل هو صفة مشبهة بروان قتوا من رحيمة أها اللازم المفروض لوهاتو من رحمة باشا اللازم المفروض يعني هل رحموهاتو يا اللي رحموهاتو رحمة لازم بيت وقيل من رحمة نا رحمية وقيل من رحمة بالكسر بعد نقله إلى رحمة بالضم أو قصشها رحيم لرحموه نقل كرابر ورحمة باشا وقيل بل من رحمة المتعدي بعد تنزيل منزلة اللازم كالأكل بمعنى الأكل تلدك لها أنها هل رحمة متعدي وجلابي وبلان لجيك لازم يندانا ببارحل جاء وتاو أم جاء ويستوي دل أي جوازا في الفعل بمعنى الفاعل والفعل الثاني وهو الذي بمعنى المفعول أم مصاويبونا ما مصام لعلي أم نكتا زوجو عند فرمي كدا فرمي تيا أفرمي أم مصاويبونا مصاويبوني كي وجوبينيا باشا مصاويبيني كي وجوبينيا أي جوازية يعني بود هيا فعولي أول كبه معنا فاعلة باشا فعيلي دوام كبه معنا مفعولة أما أنا مذكر مؤنثيا مصايبة أما جوازية بو بقرينة جرادر دكبه إذا ذكر الموصوف وقت موصوفك ذكر كلا يعني وقت موصوفك ذكر كلا تقول رجل بفرض مثال رجل صبور وامرأة صبور إيه باشا أمجا فعيل دوم كما معنا مفعول به رجل قتيل وامرأة قتيل أو موصفك كرجل وامرأة اللي فيش هو ذكر كلاه وقت موصفك ذكر كلاه أو إشكالي تدانية مصاوي دبن بلان باشا إن لم يكونا صفة مشابهة أما كاتيك كفعيلي أول فعولي أول بمعنى فاعل به فعيل دوم بمعنى مفعول به واتبم صفة مشبهة نبن باشا چونك اگه صفة مشبهة بن باشا وكو مثلا غيور وكو حريص مثلا او فرق مذكر مؤنثك لبينان دا حتمية دبي بلازمي بزروري فرق يعني بكل العقيدة اي زور شاك او چونك او كاتا وكو شبات يعني باسم فعل وكو اسم فعل مذكر مؤنثك اللي جادك لتوبته دبي او كاتا ليشان جاوكي او النكتة يكي زوزو ظريف او كاكل جن اه زور باشا وباشا ولا يجمعاني فعل يجمعاني اي الفعل والفعل ام دوانا ولا يجمعاني جمع السلامة وبنوع جمع السالم بشيوازي جمع السالم واتجمع بواو بنون بيو بيو بنون كجمع مذكر سالم بيران وبو جمع الجمع نكرا بنواني بو شون كمال نحو خير ما نقل بيرتان بيو قطمان جمع مذكري سالم جول درسكاني سيوتي ابن عقيل الشزور قطر همو انا بقنو كتوضيحي كلهم دعوة لبارو كاك جن جمع مذكري سالم واتا جمع كلمية كبمان هي جمع امكينو انا بواو بنون يا بيو بنون كذا مذكري سالم كذلن خاليني لدو حالات يا او كلمية كبمان هي جمع امكينو علما يا صفتا اگر علم بو او كومالا شرطي هي باشا كاك جان اي اقا صفت بو ايش كومالا شرطي ايش الا شرطكاني دلي اقر فعيل بو نابي لوانا بيت اقر صفتك بو صفتك لسوزني فعيل بو يا لسوزني فعل بو نابي لوانا بي مذكر من نسيتي يا مصابي بو شون اقر كلمة فعيل داندرا ولا صلاة بو مذكر من نسيتي يا مصابي ام جاكتو ديني بز بغابونو جمعي دكيتواني او اختصاصي دي بي مذكر تابتي دكيتو بو مذكر واتلقل بناغي كلمه فعل وفعل دا او جمع مذكر سالم انا اخي من الاقل وجوك او جمع خاص مذكر حقيقيه دي فعل وفعل جدا بو مذكر من نسيت يا مصايبه لان تزدا لقل يكاد جاتيا لبي امكان فزيرني الاقل دا او اشتك لنا حدك تاوتي كل ما كد وكاتي خد اي زول باش جدوى او تقول في مثال الفعل الاولي باشا تفضل لي لمثال فعل أول ده باشا أويك بمعنى فاعل نصير نصيران نصيرون
نصير نصيراني نصيرونا. باشا زور باشا. بله نصير نصيراني نصيرونا. اوان نصيرونا وجمع سالمة كيتي باشا كاكا او بمعنى فاعلة چونك مذكر مؤنث تيدا مصاوين يا امان باشا كاكا او امان ابو جوري باشا كاكا او فاعلي اول كلا اول وغتمان كبمعنى فاعل النق امان يستك بمعنى فاعل ومفعول چونك قال بمعنى فاعل ومفعول به بجمع مذكر سالم زمانه كتب اكو باسمان كل باشا او تاو تقول في مثال الفعل الاولي لا مثال الفعل اول ذات وريتي علي نصير النصيران نصيرونا باشا كاكا إيه وأمجا نصراء أو بألف ممدودة باشا كاكا أو باشان نصارون أو دو جمع باشا كاكا عرضي بلادري خوما كم باشان نصرون بدو لما لما ينو نصادك أو باشان نصرانون باشا باشان أنصارون باشان أنصراءون باشا أو أنصراءون باشان أنصرتون أنصراءون أنصرتون باشان تي نصورون أو تعليق كيما قد داغشت مشاكل لعقل الأخوالو أو أمجا نصرة نصرة أو تائرة كان هموي أو جمع تي وجمع فاعل بو لمذكر ده ثالث كاكا جمع يوبن أو أمجا لمؤنث كدا البتة أو نصرة بلى نصرة تدا لير كندا بلى لحد النسخة كذا تداني لواقدة باشا لحد النسخة كذا نصرنا أو أجد ببيت لقل نصيرتنا لواقدة أو جمعنا بيت أو باشا كاكا تانصور تواود بيو وصلات وصلة أو بلى عرض إبراهيم خومكم اللهم ما قد نصرة أو الجمع إقبيو شوك الأخوات شواها قتلا ديني بهر حال بلان لهند نسخة كدا نهاتوا أو لهند نسخة دا نهاتوا حد نصرون تاو أو بلان ظاهري أمر أم جمعنا كدير دا ذكر كدان ولا مضاعف جدا لم بحث ما دون دا ككمال جمعي آوا ديني بشي زور بيان لواقع دا قياسين أمانة سماعين يعني عرب بكاري نقلتون لواقع دا جابو يا حر بكار هنا نكانيشان بمجوريا توزك نقاش وشيشة لواقع دا دلوز دكا أما تاني تقنسي أو نصراج دا كده جمع بيت بلان لهند نصراج وكارج تيدانية أو حتى ما مستقز الظيل أخوالي إشارتي بيه نفرموا أو باشان ديتا سر بالا نصيرة أو مؤنثة كي نصيرتان نصيرات نصائر نصار أماش جمع مكسر مؤنثة كي باشا كاكا نصيرات جمع بألف وبتيا كيتي إيه أو والثاني لهما أمزا دوهم دوهم كاكاميا أو فعيلة كبمعنى مفعول به. أما فعيلي أول كبمعنى فعل بكلبيش ولا درس بيش واخر ما. بل أنا فعيلي دوم. يعني أو وزني فعيلة كهم بمعنى فعل هاتبه هم بمعنى مفعول هاتبه أوى. والثاني فعيلي دوم كبمعنى مفعول به. بل تنظم ليه درس آخر ولا درس أو جوانب لأني. بل أنا في فعيل الأولي مثال فعيل فعيل بمعنى فعل. بل أنا والثاني. يعني لفعيلك داك بمعنى مفعولة لهما بو مذكر مؤنث أمي هاتوا قتيل قتيلاني قتيليني أو قتيليني وقتيلاني وبو رفعي تسنية وجر نصبي تسنية قتلة أو قتلة باشان قتالا قتلاء زر ساكا إيه زر باش أو تاو أم
ئەم بابەتانی بۆ هاتووە ئەو زۆر باشە. دو ئەوە لە خزمەت ئێوەی بە ڕزا عرسکەم دێتە سەرچی ئەفەرمێ وە تەوافەقانی في الجمع كما يتوافقان في المفرد والتسنيتي او او على امانه هاو باش دبن يعني مذكر مؤنثك او يتوافقان الفكك وتسنيه بمذكر مؤنث ثاني على مذكر مؤنثك هاو باش دبن لجمع ده يعني مثلا قتلى قتالى قتلى هم بجمع كجمع ذكر بمذكر بمؤنث بن يعني هاو باش نتيدا كما يتوافقان في المفرد والتسنيه هل وكو موافق ده بن مذكر ومؤنث كلا مفرد ولا تسنيه ده وتقتل ذكر بو مفرد ذكر بو 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 مفرد بو مفرد مذكر بو مفرد مؤنث يشبه وامزا قتلان قتل قتلان قتلين ذكر بو تسنيه مذكر ذكر بو تسنيه مؤنث يشبه ده لو كو امانه مساوي ده بن إيه؟ دعا وفي فاعل بمعنى الفاعل وامجا لفاعل ذاك بمعنى سوانا فاعلا لهما يعني بو مذكر مؤنث ابو جردت نسور نسوران نسورين او نسوران بو رفعي بالفا نسورين تصني رفعي بالفا نسيرين جار نسبي بتيا بلين بيا إيه. باشان نسوران بل نسورون با لمي نون صادك نصورون أمجا نؤها نصراء بضم ففتحتين بلمي أولك وباشا بدو فتحة وتفتحي صادك وفتحي ريك أو أمجا أنصار أو أم وزن وزن تشكبو هل بيشتر حاتجها لفعيل أول ذاك بمعنى فعيل وجد أو وزن هاتبو أو بسكون باشا بين فتحتين يعني نونك ساكن وصادك مفتوحة وهمزك مفتوحة أو أم أمانة هاتون جاء أمانة إجازة فرمو وفي فعل من الفعل لهما نصور أبو جري يتوافقان أو يقصك يتوافقان في هذا أيضا إفرادا وتسلية وجمعا يتوافقان بو مذكر ونسيت مذكر مؤنثك موافق هاوشيوي يقدبن في هذا لفعول يقدا أو فعولك بمعنى فاعل وكويرا كان خنون وفي فعول بمعنى الفعل ألو فعول ذاك بمعنى فعل هذا بو فعول بمعنى فعل تتواني أيضا هلوكو لو يبيشو دا مصايبون لمشا مصايب دبن لتي دا مذكر من الناس إفرادا وتسلية وجمعا واتا كأما دالي النسور بمفرد مذكر بمفرد مؤنث دبت علين نصوراني وتسنيم مذكر وتسنيم مؤنث ذبت دلين نصور وجمع مذكر وجمع مؤنث ذبت إيه أوش أو ودو أو وفعول بمعنى المفعول أما فعولك بمعنى مفعول بيت بتنها قياسه باشكاك أن يجمع جمع السلامة لهما إيه بلان فعولك بمعنى مفعول بيت المقسمة لو كم هاو بجفين نابي با جمع سالم جمع بكلي طبعا چونك جمع سالم شبا مذكر جمع وكي شبا مؤنث جمع وكي لو هاو بجبوني سيغك سيغك خارج دكا لواقع دا بلا يكا دايد تاشي تواوي يكا بلا اسي وقت الفعول بمعنى مفعول بيو بس بمعنى فاعل نبيت قياس قانوني صرف يكي اويا كوا ان يجمع جمع بكلي طبعا فعلي بمعنى مفعول جمع السلامة لهما هم بو مذكر هم بو مؤنث هم بو مذكر ومؤنث يتوانى أو بس وقت فعول بمعنى فاعل به مثلا دولي مثلا بفرض مثال وقت فعل بمعنى بلين بلا فعول فعول عفو مثلا بو نمونا وقت مثلا كلمة كي أبو جوريا مثلا بو نمونا نصور بفرض بلين بومز بو بو فقط بمعنى مفعول بكار بجيل بمعنى فاعل بكار نجيل ده تواني بلي نصورونا نصورينا نص بتصور لي وأمزا لو لا شو بلين نصوراتهم هيك شيء كده دانية بجمع مؤنث بألف وبت بوم بوم مؤنث بواو بنون بيو بنون بوم ذكرت هيك شيء كده دانية وجمع تكسير الذكور له ما ذكرنا في الذي بمعنى الفاعل أو والإناث نحو عجوزة عزائس باشا
وأمجا جمع مكسر مذكر له بوفعولك بمعنى مفعول بيت أو هي كباس ما كل فعولي بمعنى فاعل ده كأم وزنانا نصر نصرا أو أنصار يعني أم وزنانا دكرت لواقع ده بو جمع مكسر مذكر فعولي بمعنى مفعولش بكار بجير إيه أمزا والإناسي يعني جمع مكسر مؤنس بوفعولك بمعنى مفعولة هاشان وكوتي وكو عجوزة تاولي على عجائزة تاولي عجوزة على عجائزة على كي تيران أبو بلان نبي أبو ابنسي نحو عجوزة على عجائزة وكو عجوزة كالسد وزن ديت لواقع ده لسا وزني مفردة كي عجوزة أو كي كدل عجائز بلان الله أعلم الأخوار وما مسا قصد زين السيوت تأمل يعني إشكالي هي أو تأملون يعني أم كدون إشكالي هي بو إشكالك هو قزلجي كو فرميتي قرداغي فرميتي دل في الصحاح العجوز المرأة الكبيرة على عجوز بجني بير دلم بيرجن قال ابن السكيد يعني أبو يعقوب ابن السكيد فرميتي ولا تقول عجوزة مرأة عجوزة والعامة تقول عامة دلن عامين يعني عوام جاء ما مصاي قديم اشتي خوش خوش ينبو تقول فلانا كاز عوام وطو معنى كخلافي ومن نامه اللي يدعب يلم او عامة كيوش ديلا يعني عامة لعرف علماء داني او كساني كبير سواد اشتي نازان هل اخو دمي تيو ددن دلي اصلا كي عجوزة بلان عامة دلن عجوزة بو چونك عجوز با وصفك بوجن بكار دجير بو بيو بكار نجري بو بيو شيخة نظام ام هنا بيتي انا دبي هنا بيتي بل ليه هناوا بلان بيايو بير شيخة جيني بير عجوزة نقطة جيني بير عجوزة توتي بو بيو دني بير اخو تي بيو ناوي لواقع دزا اوا ها قصل دي براهن فنيتي اوزن تأمل تأمل اه اني او نقل كما وصم العلي فرميتي الادي هي واقعا اواني لواقع زور باشا جابوا يضلف فظهر ان لو لا ترك التاء يعني بلين عجوز لسر وزن عجائز او انك عجوزة باشا او اول بل وفي الاناث يعني جمع مكسر مؤنس بوفعولي بمعنى مفعول باشا بوفعولي بمعنى مفعول وكو عجوز لسر وزن عجائز اوش او واذا لم يذكر الموصوف في الذي بمعنى الفاعل فالظاهر أنه كالذي بمعنى المفعول في جمع الذكور والإناث سلامة وتكسيرا أو قتمان أجر لفعيلي بمعنى فاعل جدا يا لفعولي بمعنى فاعل جدا أجر مذكر مؤنث مصايب أصل أوي بجمع مكسر جمع بكرانا أنا بجمع سالم جمع نكرانا أنا بلان دفرمي شي أفرمي أما أجر موصوف لفعولك داك بمعنى فاعل وكو صبود مثلا بمعنى فرضا صابلا باشا موصوفك ذكر نكرة باشا لو فعول ذاك بمعنى بلين فاعلة ظاهر روالتك وايا باشا ظاهر روالتك وايا أو فعول أنه يعني أو فعول وكتي وايا كالذي وكو فعولك وايا كبمعنى المفعولي وكو فعولك كبمعنى مفعولة يعني دتواني مذكرك بجمع واون يون جمع كيتواني مؤنسك بألف باتية جمع كيتواني أنه كالذي بمعنى مفعول في شيء في جمع أي الذكور والإناث سلامة وتكسيرا أو أو دو أو دو أو وما ذكرنا من فعول بمعنى مفعول إلى هنا أو كمان باسم كر لفعول وكبمعنى مفعول بالتائر كان ما رأينا فيه شيئا باشا او اي كوامن باسم كد لفعولي بمعنى مفعول والتائر كان ما رأينا فيه شيئا من نمدي وهشتك باشا نمدي وهشتك ما رأينا نمدي وهشتك ما نمدي ونمدي وفيه باشا او فيه بو
مازەکەر ناچێتوانێت نەم دیوە نەمان دیوە باشە فیهی لەوەدا کە زەکرمان کرد هیچ شتێکمان نەدیوە یعنی بەباری قەواعیدی سەرفی مشتیوام نەدیوە أما ولكن استهزرت ولكن استظهرته من قواعدهم والله أعلم بلام أوي هي درم خستوا درم هناوا لقواعد كانيا والله أعلم يعني أوي كمن ليردا لو فعولي بمعنى مفعول أو بعبتانا بحث كدوا برداشتك ورقتنك لقواعد علماني السلف إنا وكو ديتن هشتك من بوخم بشايخم ندي ولا عقدة والله أعلم إتر خوا زاناترا با دروزبوني أم بابتا كذا لا نقلم كدوا يا أحيانا كواتيا دروزنا بيت أو توضيح اسم فاعل مفعول إتر ما وتواني باشان تايرا خوين دومانا اسم فاعل مفعول لتيدا لسلاسي مجرد إتر بحثة كهيلي ركانا دوبارا بالنسبة بلين سلاسي مزيدة كاسم فاعل مفعول شلون يبدا بكاد الجيري هم لايتان بخلاص